طب يا هشام، هي معلش مراتك اسمها ايه؟ هانيا. 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 هانيا عصام. طب هانيا، مش ممكن مثلا بعد ما كورونا تخلص خلاص ان شاء الله ما تجيش تقول لك بقول لك ايه يا هشام؟ انا عايزه فرح. انا ما فرحتش، انا عايزه فرح يا هشام. وعايزه تعملي فرح يا هشام، واعزم الناس بجد يا هشام. هنا هتقول ايه بقى يا هشام؟ ساعتها ان احنا كنا برضو في البلان ساعتنا ان بعد ما الموضوع ينتهي ان احنا نسافر بقى، نعوض السفر ونحاول في الاحتفال الثانوي بقى بتاعنا نعمل حفله صغيره نجمع فيها صحابنا بشكل ان احنا بقى نحتفل مع بعض بمناسبه مثلا الله اعلم بقى مرور سنه اتنين على الجواز، على حسب موضوع الكورونا ده هينتهي امتى ونقدر نرجع تاني نتجمع مع صحابنا وحبايبنا.